متابعنا الجدور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسرور جدا بلقائكم من جديد. عموما إخواني، حتى لا أطيل عليكم، في أحد الحلقات السابقة شرحت لكم طريقة صناعة مثل هذا الجهاز الذي يقوم بفحص أسلاك أو كيبلات شحن الهاتف، يعني يقوم بفحص سلامتها أولا، وهل الكيبل يدعم فقط الشحن أم يدعم الشحن ونقل البيانات، يعني من أجل فحص أي كيبل قبل شرائه، سواء كيبل جديد أو كيبل مستعمل من الخردة. وفي آخر ذلك الفيديو قمت بعمل تحدي صغير لأي شخص سوف يقوم بصناعة مثل هذا الجهاز أن يضع لنا صورته في منشور على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك طبيعة الحال، يعني وقلت سوف أقوم باختيار من هو صاحب أفضل جهاز وأقوم بذكر اسمه في بداية أحد الحلقات، لكنني رأيت أن هنالك معنا 13 مشارك، ورأيت أن الأمر يستحق فيديو خاص لهؤلاء الأشخاص كتشجيع وتقدير مني لهم. عموما كان معنا 13 مشارك، قبل أن أقوم بذكرهم بالترتيب، يعني سوف أبدأ من الرتبة 13 وصولا إلى الرتبة رقم 1، يعني أخبر هؤلاء الأشخاص قبل أن أقوم بذكر أسمائهم، يعني أي شخص منكم قد شارك فهذا بحد ذاته يعتبر فخر كبير ونجاح، لأنه هذا الفيديو أو هذا الدرس وصل تقريبا لأكثر من 30,000 مشاهدة، وأن تكون أنت واحد فقط من هؤلاء الأشخاص المشاركين يعني بحد ذاته يعتبر نجاح كبير جدا. عموما سوف نبدأ بالرتبة رقم 13. معنا صاحب هذا الجهاز الذي قام بإنشاء الدائرة كما ترون، يعني تبدو الدائرة جيدة، لكن إذا لاحظتم ترتيب مصابيح اليد يعني غير مرتبة، كما أنه لم يقم بصناعة هيكل. يعني معنا الأخ عبد الله حاج بيرام، يعني شكرا أخي، تستحق كل التقدير، كان ليكون أفضل لو قمت بترتيب المصابيح ووضع هيكل لكنت في رتبة يعني أقرب. نمر إلى الرتبة رقم 12، يعني هنا معنا الأخ شفان محمد خير درويش، يعني كما ترون حاول أن يقوم بصناعة هيكل باستعمال عيدان المثلجات أو لا أعرف، عموما لا بأس به، يعني في المرتبة رقم 12. نمر إلى المرتبة 11، معنا الأخ بشير الحاج يحيى، يعني كما ترون قام بتقطيع الخشب وحاول أن يصنع هيكل، يعني قام بمجهود يعني يستحق الشكر عليه، أعطيه المرتبة رقم 11. في المرتبة 10 معنا الأخ هشام بن الشيخ، مع هذا الجهاز كما ترون قام بصناعة الهيكل وحاول أن يقوم بتغليفه قليلا باستعمال الشريط اللاصق أو لا أعرف، كما أنني ألاحظ أن البعض منكم لم يستعمل 4 مصابيح ليد، إنما منكم من استعمل 2 فقط أو 3، كان أفضل لو يستعمل 4. نمر إلى المرتبة 9، معنا الأخ أحمد سعد، كما ترون ما أعجبني في جهاز الأخ أحمد أنه قام بوضع زر إضافي يعني أون أوف من أجل فصل التيار بشكل نهائي، وقام بوضع مصباح ليد خامس يشير على أن الجهاز مشتغل أو غير مشتغل، يعني رغم أن الهيكل يعني غير متقن إلا أن هذه المميزات جعلته في المرتبة 9. نمر إلى المرتبة الثامنة عفوا، مع الأخ نور الدين المالكي، كما ترون ما أعجبني في هذا الجهاز هو ترتيب مصابيح الليد، كما ترون أحمر أخضر أحمر أخضر، وقد وضع ذلك في علبة دائرة الشكل، عموما يستحق الرتبة الثامنة. وفي الرتبة السابعة معنا الأخ مبارك إيزوكين، مبارك إيزوكين، عموما أعطيته الرتبة السابعة لأنه كما ترون حاول أن يبدع قليلا عن طريق إضافة شاشة إلى الجهاز، رغم أن الشاشة لا تشتغل إلا أن يعني فكرة إضافة الشاشة هي فكرة جعلت الجهاز يبدو احترافي أكثر. نمر إلى الرتبة السادسة، معنا الأخ عبدو رازي، إذا كما ترون شكل الجهاز يعني حجمه معقول وشكله جميل، وكان ليكون أفضل لو كانت بمصابيح 4 مصابيح ليد بدل 3، عموما يستحق الرتبة السادسة، إضافة إلى مكبر الصوت الموجود في الوسط أو لا أعرف أعطاه شكل جميل. في الرتبة الخامسة معنا صاحب قناة الاختراع الفلسطيني، يعني لديه قناة في اليوتيوب اسمها الاختراع الفلسطيني، أعطيته الرتبة الخامسة، كما ترون شكل الجهاز جميل جدا يشبه الباور بانك، يعني صراحة يستحق الرتبة الخامسة. في الرتبة الرابعة معنا الأخ علي أورابي، سوف عموما شكرا لك أخي علي،
أعطيتك الرتبة الرابعة لأن شكل الجهاز يعني صغير جدا بأربعة مصابيح ليد، وصغير يعني بحجم الولاعة، يمكنك وضعه في جيبك دون أن يعني أن يملأ الجيب أو ما إلى ذلك، يعني تستحق الرتبة الرابعة. معنا في الرتبة الثالثة الأخ زكريا أملو. شكرا لك أخي زكريا، كما ترون شكل الجهاز يعني جميل جدا، أربعة مصابيح باللون الأبيض مرتبة بشكل جيد، وأظن أنه استعمل علبة البطارية السوداء بعد إزالة الغلاف، يعني أعطتها شكل جميل جدا، يستحق الرتبة الثالثة. معنا في الرتبة الثانية الأخ محمد رزواري. ما أعجبني أولا أنه يعني تفنن في وضع الصورة، يعني قام بتعديل صورة جميلة، كما أن شكل الجهاز يعني بأنه شكل جميل جدا يشبه باور بانك راقي أو ما إلى ذلك، واستعمل مجموعة من المصابيح المختلفة الألوان، يعني صراحة جهاز جميل جدا، أعطيه الرتبة الثانية. وأخيرا معنا صاحب الرتبة الأولى هو الأخ سعيد أحمد الجرادي، لديه صفحة على الفيسبوك اسمها سعيد فور انفورميشن. يعني شكل الجهاز شكل جميل جدا يشبه هاتف أو ما إلى ذلك، ترتيب المصابيح يعني في سطر واحد، ومصباح ليد في الأبيض في الجانب وآخر في الأبيض في الجانب، والمصابيح في الوسط بلون مختلف، يعني شكل الجهاز يعني رهيب، أعطيه الرتبة الأولى. عموما أخي يعني أتحدث عن المشاركين، أيا كانت رتبتك فمجرد مشاركتك من ضمن 30,000 شخص فهذا بحد ذاته يعتبر نجاح كبير جدا، وإن كنت هذه المرة في رتبة أخيرة يمكنك أن تجتهد في المرة المقبلة وتحاول أن تكون في الرتبة الأولى إن شاء الله. وأخيرا أريد أن أضيف شيء مهم جدا، إذا أردتم أن أقوم بعمل مثل هذه التحديات في المستقبل، يعني بعد كل اختراع نقوم به، فأخبروني بذلك عن طريق الضغط على زر لايك، وإذا لم يعجبكم الأمر اضغطوا على ديسلايك، وأكثر من ذلك أنه إذا أردتم يعني في المرات القادمة دائما صاحب الرتبة الأولى سوف يربح معنا مبلغ مالي يعني على حسابه في الباي بال كتشجيع مني، حتى تحاولوا أن تصنعوا بعض الأشياء التي تفيدكم في حياتكم اليومية. إذا إخواني ألقاكم في فيديو قادم مع ابتكار جديد إن شاء الله، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.